ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. خلونا بقى نرحب، هي يعني صاحبة البرنامج، احنا قلنا عليها في أول حلقة إن احنا كلنا شغالين مع سارة. سارة جمال يعني الحمد لله بالسلامة، الله ونورتي يسلمك، برنامجك مرة تانية. الله يسلمك يا محمد، واهلا بيكم في الحلقه. طبعا محمد بدا بدايه مقدمه بجد كانت كويسه جدا، تسلمي يا سارة، وطبعا ربنا يحفظك. بنشكر الدكتور جمال. طبعا عايزين بقى نتكلم النهارده، لسه مكملين على موضوع التليجرام. بالظبط، هو موضوع يعني هو بقى في الساحة المصرية دلوقتي مهم جدا بسبب التحديث الجديد. اخد رأيك كده الأول، يعني نركن مذيعة دلوقتي على جنب وخلينا نتكلم مع سارة جمال المصرية، البنت اللي زي اخواتنا كلنا، وتقول رأيها هي في الموضوع. لا، انا بصراحه شايفه ان الموضوع دوت بيتدخل في خصوصيه اي حد. يعني انا ما بالظبط كنتش قاعده في البيت الاقي واحد داخل يقول لي ما بيني وما بينك 30 متر، انتي هو انتي قريبه مني، طب الجيران، طب ما اعرفش ايه، طب ايه ده واد. لا يعني انا بنصح ان هما يلغوها. الابديت الجديد او التحديث الجديد. يا ريت يا ريت. انت فعلا مش بيبقوا مبينين الرقم بتاع التليفون، فعلا بس برضو يعني ايه، برضو واحد يكون شايف صورتي، يكون شايف الوقت اللي انا فاتحه فيه اخر مره، الكلام ده كله ملهاش لازمه. هو يمكن التليجرام يا سارة بيكون ليه استخدامات يعني كويسة، فكرة المحادثات او فكرة الكلام، وبالمحادثات اللي هي تكون بتكلفة مادية قليلة، يعني احنا بنحب ده. تمام. بس للأسف يمكن الابديت الجديد بتاع 2020 ده مش راضي يتودعنا غير بقى لما يعني ايه اللي هو رجينا احنا. تروق علينا يعني. هي معظم الناس اللي كانوا منزلينه علشان المسلسلات بالظبط، ما انا عايز والافلام اتكلم في النقطة دي والمحاضرات، فعلا. ده اعظم الناس اللي كانوا منزلينه، وانا عن نفسي كنت منزلاه عشان كده. لا، وهو بس استخدامه عظيم في الموضوع ده، مش أزمة يعني، بالظبط. كويس مش وحش. انما بقى ندخل في حد غريب بقى يدخل ويشوف صوري ويشوف اخر محادثه، مش لطيفه، الكلام ده فعلا كله مش لطيف. فيا ريت بجد ان هم يلغوا الموضوع ده. لا هو هيتلغي، بس الفكره في ايه بقى؟ يعني كان دكتور جمال كان بيتكلم، انا عملت ابديت جديد او عملت تحديث جديد، وده تمام. طبعا بنوجهه يعني لكل الشباب وكل البنات وكل الاسر اللي بتسمعنا دلوقتي. يعني مش معنى ان في ابديت جديد ومش معنى ان في تحديث جديد ان انا استخدمه الاستخدام السيء، السيء صح او ان انا استخدمه فعلا، او ان انا استخدمه الاستخدام صح الغير لائق يعني حتى بمجتمعنا الشرقي، اللي انا هو مش لاقيه له احنا ميزه، انا مش ايه لاقيه لحد دلوقتي ميزه ان حد يدخل لي غريب يقول لي اهلا بيكي، انت فعلا فين، انت قريبه، مش لاقيه ميزه. يعني فعلا. هو كله معاكسات، كل اللي داخل بنيه المعاكسه. هو بسبب الترند اللي يعني الترند بقى متصدر، تويتر وفيسبوك بالظبط. بقى يعني حتى الناس عاملة يعني، يعني كان حتى اللي اصلا ما كانش من يومين منزله نزله عشان فعلا اللي الموضوع ما ده. كانش منزله ايوه. منزله، تلاقي مثلا ايه في العربية مثلا، اللي هو ده كلها دي كلها حاجات يعني احنا مش صح خضناها، احنا حاجات شفناها وقريناها في الترندات اللي كانت نازلة على تويتر او نازلة على الفيسبوك، او الترندات اللي هي بقت يعني صعبة جدا. فاحنا اكيد هنستنى يعني اتصالاتكم ومداخلاتكم معانا ونسمع ارائكم في الموضوع ده. انا بس يا سارة رسالتي اللي بحابب اوجهها، ودكتور جمال كان بيأكد عليها، فكرة المجتمع السوي اللي دايما لازم يربي ابنه وبنته على الاستخدام الصحيح لده. طبعا طبعا، يعني دي حاجة أساسية طبعا، ان يعني الواحد لازم يربي، قصدي مش منطقي ان حد يدخل كده من غير ما من غير احم ولا دستور. بالظبط. من غير ما يخبط حتى. طيب اجراءات كورونا بقى، احنا يعني انت شايفه اخر الموضوع عامل السنة، ازاي؟ اخر احنا في اخر السنة السنه بقى خلاص كده 2020، 2020، كل سنة طبعا الحمد وانتم لله طيبين. بتودعنا، الحمد لله كل نعمه سنة وفضل. وانتم طيبين. ف21 بقى ربنا يستر علينا وتبقى سنة كده هادية علينا وبسيطة، ولسه طبعا الإجراءات شغالة، ولسه القوانين لسه نازلة امبارح طبعا، غلق برضو القهاوي فعلا والقاعات والكلام كل دوت، كل ده لسه نازل امبارح ولسه مستمرين فيه لا، هي ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا خير. ان بس شاء الله. هناخد بس مداخله طبعا. من استاذ محمد من الجيزه. استاذ محمد مساء الخير عليك، وبرحب بيك في نص كلمه. نور يا استاذ محمد، ومساء النور على الاستاذه ساره. الله مساء يخليك، النور مساء النور عليك. عليك. رايك ايه في موضوع التليجرام وفي موضوع التحديث او الابديت اللي نزل في 2020؟ هو خطأ بقى، للاسف الخط قطع. سمعنا صوت القطر. سمعنا صوت القطر، اكيد هيرجع لنا تاني. طب ان نرجع شاء تاني الله. لموضوعنا، الاجراءات الكورونا. الاحترازيه. يعني ساره انت، انا يعني لما كنت معاكي في الحلقات اللي فاتت او كنت حتى موجود حتى وانا في الكنترول، كنت دايما بتاكدي على فكره يعني ان احنا نلتزم بالاجراءات الاحترازيه بالشكل يعني اللائق. طبعا، قعدتي بقى الكمامة تتكلمي بقى على اللبس والكحول. والدخول البيت وكده. طبعا لازم لازم قبل ما ندخل البيت، التعقيم، فعلا الشوزات برضو قبل، بره الشقة، فعلا الكمامة،
لازم تتغير على فكرة، مش واحد يعني الكمامة ديت ناس بتلبسها باليومين والتلاتة، ده هو في أكبر غلط. ما في كمامات كده ممكن تكون اللي هي يعني لا في أنا كمامات بتكلم معينة اللي هي بتغير الفلتر ليها بتاعها الزرقاء، ليها الزرقاء أنا بتكلم وتلبسها. عليها، ليها من الصيدلية العادية دي، ناس بتقعد بيها بالكام يوم، وده غلط طبعا يا محمد. فعلا إنما في بقى اللي هي الكمامات التانية لا دي عادي، فعلا إنما دي لازم تتغير. ده اكيد، واللبس طبعا لازم يتغسل، ده الحاجات حقيقة دي كلها. ده حقيقة. طيب سارة، يعني احنا لما نيجي نتكلم مثلا على موضوع زي موضوع الاجراءات الاحترازية بقى لمواجهة كورونا، الناس شايفة ان الدولة جاية عليها شوية، او الناس شايفة ان الاجراءات كانت قاسية شوية. هو دلوقتي الحمد لله الدنيا هي الناس فتحت. ما صدقت فتحت يعني، خدت نفسها الايام دي، او مش من الايام دي يعني، من اول ما هم فتحوا شويه الناس يعني خدت نفسها. وبعدين ما فيش حد دلوقتي ما جالوش كورونا يعني، كل الناس دلوقتي جالها كورونا مره واثنين وثلاثه. بس حسب مناعتك بقى، يعني حسب مناعتك، مناعتك كويسة فالحمد لله ربنا نجاك، فربنا يا رب ينجينا جميعا يا كده. رب. فالناس بقى خدت اللي هو ايه، كورونا شويه برد بس تقيل شويه، فمش مهم بقى ناخد بقى على كده ونلبس الكمامه كام ساعه دول. ومش كان هما بيلبسوها ايه، ينزلوها هنا، فعلا، فاللي هو ملهاش اي ستين او لازمه. اللي يلبسها يروح حاططها هنا مثلا عند زوره. طب كده ايه اللي هو لازمة انا لابس لبسها الكمامه كده مفيش اي حاجه هتجيل يعني، مثلا؟ او فطبعا كل ده غلط. اكيد. طيب مشاهدينا، يعني كان في قرارات تم اصدارها من مجلس الوزراء امبارح، كانت قرارات مهمة، يمكن برضو سارة هتشاركني في الموضوع ده. يمكن اهم القرارات اللي جت امبارح وهي موافقة مجلس الوزراء على الاجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء في تنفيذ مبادرة شغلك في قريتك، وتهدف المبادرة ديت لتوفير طبعا فرص عمل مستدامة لمواطني القرى، وكمان مع التركيز على المرأة. المرأة يا سارة، قرار مهم من مجلس الوزراء في ضوء يعني الأجواء الاقتصادية اللي على البعض صعبة شوية، ويمكن كورونا كانت من دي من ضمن مساوئها ايوه طبعا. فعلا. طيب شايفة بقى مبادرة مجلس الوزراء ازاي، او مبادرة السيد الرئيس في شغلك في قريتك؟ يعني شايفة اللي هو يعني ازاي؟ الاول بس هناخد بس مداخلة تمام. وبعد كده نرجع تاني لموضوعنا ده. معانا استاذ جمعة من الجيزة. استاذ جمعة مساء الخير عليك. الو، الو، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام، السلام. مساء الخير حماده. مساء الخير عليك، اخبارك ايه؟ استاذ محمد، اهلا بيك يا استاذ جمعة، اخبار حضرتك ايه؟ انت اخبارك؟ بخير والله، اخبار حضرتك ايه؟ عم الجمعه معاك اهلا بيك، ازيك يا عم جمعة؟ هو حبيبي. انا والله ما اعرف، والله ما اعرف ان انت معانا والله، ودي مفاجأة بالنسبة لي. انا بضحك على البرنامج ده، والحمد لله على السلامه على الاستاذه. الله الله يسلمك يا رب، يسلمك، الله يسلم عليك يا يسلمك، سارة. ربنا يخليك، ربنا يخليك، شكرا طب يا عم جزيلا. جمعة بقى، بما انك معانا دلوقتي، يعني بما انك معانا دلوقتي حبيبي، نستغل، وبالتوفيق ان شاء الله على طول. انت والاستاذ يا محمد، يا رب يا رب ربنا ان شاء الله. طب يخليك ناخد منك حبيبي. بقى حاجة سريعة كده قبل ما تقفل معانا. الو الو الو، الو، اتفضل يا حبيبي. انت ممكن بس تسمعنا من التليفون؟ ماشي يا محمد، ما سمعت. بص، هو موضوع التليجرام في الفترة الأخيرة بقى دلوقتي، انا اعرف بيني وبينك كم متر، او اعرف، او انا بالاخر كده بنتهك خصوصيتك. شايف انتهاك الخصوصية او ان انا بتعدى حدودي مع الجار، او بتعدى حدودي مع صاحبي، او بتعدى حدودي اصلا مع ناس انا معرفهاش، انت شايفه ازاي؟ الو، طيب محمد معاك، انت سامعنا؟ اتفضل سامعك يا محمد. اتفضل. معلش السؤال تاني بس، معلش. شايف ازاي موضوع انتهاك الخصوصية، وان انا اكون حد انا اصلا معرفوش وبنتهك خصوصيته بيدخل يكلم وبتعدى واحد ما حدودي يعرفوش؟ معاه وبكلمه كده وانا اصلا معرفوش؟ طب هو الخط قطع صح؟ تعرف يعني اتعرف لا عليه مثلا؟ معلم. هو لسه معانا؟ يا محمد معاك. طيب شكرا، معلش بقى الخط قطع، معلش. طيب يا سارة، نرجع بقى لموضوعنا، هو موضوع مهم جدا، مبادرة الرئيس في يعني هي مبادرة فعلا كانت مفاجأة بالنسبة لي، أنا فعلا لما شفت القرارات امبارح كانت مفاجأة. شغلك في قريتك، يعني الدولة هتدعم المواطنين، أو هتدعم مواطني أو سكان القرى بمبالغ، والمبالغ دي هتكون زي قروض، وإن أنا فيها بدعم ابن القرية وبدعم الناس اللي في القرية، وبالذات المرأة إن هو يبدأ يشتغل في قريته. شايف الموضوع ده ازاي؟ لا طبعا، موضوع كويس جدا الرئيس اشتغل عليه، ان اي حد حتى القريه بتاعته يكون قريب من بيته، يكون قريب من اسرته. لا دي حاجه كويسه جدا. تمام. طيب يمكن يا سارة، موضوع فقرتنا اللي ان شاء الله هيكون معانا في الفقرة التانية هو استاذ حسن سلطان،
وهنتكلم معاه على بقى صناعة الجلود في مصر، وإن يعني أنا في حاجة الصراحة يا سارة لما قريتها يعني أنا الصراحة كنت متفاجئ، إن بيبلغ إنتاج الجلود في مصر 126 مليون قدم هي كتير. مربع. وإن كمان منطقة مصر القديمة يعني بقت مستحوذة على نسبة 75% من إجمالي الجلود في مصر. هنخرج بقى دلوقتي الفاصل، تمام؟ وإن شاء الله بعد الفاصل يا سارة هينضم لينا الأستاذ حسن سلطان، ويعني هو من صناع الجلود الجلود ودباغة الجلود في مصر. إن شاء مشاهدينا الله. هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل انتظرونا.